أعلنت الرئاسة التونسية في بلاغ لها فتح المعابر الحدودية مع ليبيا، وأكد الرئيس السعيد ضرورة الالتزام التام واحترام البروتوكول الصحي المتفق عليه، مشيرا إلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في القرار. يأتي فتح الحدود هذا بعد أيام من التوتر الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين. وينضم إلينا مراسل العربي إبراهيم العبدلي من معبر رأس جدير على الجانب الليبي للحدود مع تونس. أهلا بك. إذا ما هو البروتوكول الصحي الذي سوف يعمل به، وأيضا كيف هي الحركة على المعابر في اليوم الأول؟ نعم، انطلقت أو صنفت حركة العبور هنا في رأس جدير وأيضا في معبر وازن دهيبة. الحركة البرية استؤنفت، ولكن هي على غير العادة في ما سبق، يعني كما كانت في السابق عندما تتوقف وتعود. اليوم نتائج البروتوكول الجديد واضحة جدا. ربما الحركة كما تشاهدون خلفي هي لسيارات النقل، هي تصطف الآن أمام البوابة لعدة كيلومترات، إنما لحركة المسافرين سواء الراجلين أو سائقي السيارات هي تعتبر ربما ضعيفة أو ضعيفة جدا. نحن هنا منذ بضع ساعات ولم نشاهد إلا القليل جدا من ربما تعد على الأصابع السيارات التي مرت، أو حتى الأعداد التي دخلت. ربما لم نلحظ أكثر من سيارة أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر دخلت إلى الجانب الليبي منذ فتح أو منذ تواجدنا هنا منذ حوالي ثلاث أو أربع ساعات في هذا المعبر. الحركة تعتبر ضعيفة جدا. دخلنا إلى المعبر والتقينا ربما بإحدى العائلات التي وصلت من الجانب التونسي. هناك اعتراض كبير سواء يعني من المواطنين الداخلين أو من المواطنين بشكل عام على هذا البروتوكول الذي يرون أنه مشدد جدا، حيث أن البروتوكول الصحي يتطلب جرعتين من لقاح كورونا وتحليل بي سي آر لدخول أي من الدولتين. وإذا ما كان الزائر تلقح بجرعة واحدة فقط فيتطلب بي سي آر يثبت الخلو من الإصابة بكورونا، وحجر صحي على نفقة الزائر لمدة 10 أيام في أحد فنادق الدولتين. وهذا البروتوكول حتى هذه الساعة نلاحظ نتائجه، نلاحظ أن حركة العبور حتى هذه الساعة تعتبر ضعيفة جدا بالنسبة للمسافرين، وتقتصر حتى الآن على دخول سيارات النقل من الجانب الليبي، ولم نلحظ أي ربما سيارة واحدة فقط حتى الآن شاهدناها تغادر الأراضي الليبية وتحمل لوحات الدولة التونسية. بشكل عام تعتبر حركة المرور اليوم حتى هذه الساعة هي حركة ضعيفة جدا، وهناك أيضا ربما استياء من المواطنين وخاصة المواطنين الليبيين الذين يرون أن هذا البروتوكول هو بروتوكول تعجيزي في نظر البعض، نظرا لكونه يتطلب أكثر من لقاح، يعني جرعتي لقاح. بالنظر إلى الملقحين في ليبيا فإن الرقم لم يتجاوز 146,000 ملقح بجرعتين حتى الآن، من أصل 1,200,000 ملقح بجرعة واحدة. فهذه الأسباب التي أدت ربما إلى ما نشاهده الآن في هذا المعبر من ضعف لحركة المرور للمسافرين سواء الداخلين إلى الأراضي التونسية أو الداخلين إلى الأراضي الليبية. شكرا لك جزيلا إبراهيم العبدلي مراسل العربي من معبر رأس جدير على الجانب الليبي للحدود مع تونس. شكرا.